اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم صوتكم. راح نعرض لكم بابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظركم وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم بالمواضيع اللي راح نطرحها لكم او بالمواضيع اللي انتم تريدون تحكون بها. ونبدا حلقتنا مشاهدينا الكرام بالبرنامج اليوم بملف الامن المنفلت، ونسلط الضوء على العجز المتزايد لدى القوات الأمنية بفرض القانون أو هيبة الدولة وبمختلف الأماكن والمناسبات. ونبدي من بغداد. تخيلوا العالم لما تصير عندها مشكلة بمختلف بلدان العالم، الوجهة الوحيدة لحل النزاع أو الخلاف أو لأخذ الحق هو مركز الشرطة، لكون الوحيد القادر على المحاسبة. إلا بالعراق الجماعة من يختلفون يرحون المركز الشرطة، وبالباب يتعاركون قدام أنظار عناصر قوات الشرطة، والعركة يصير بيها سلاح خفيف ومسدسات وسلاح غيره وغيره من هالأمور. هاي وين؟ قدام مركز الشرطة. تخيلوا هذا المشهد، شنو يعكس لكم من عجز يم القوات الأمنية في حفظ أمن وسلامة العراق؟ تخيلوا شلون يعجز لكم يعكس لكم عجزها في حفظ سلامة العراقيين من فوضى السلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون. خلونا نشوف المقطع اللي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وأريدكم تخلون في بالكم إنه هذا المشهد اللي راح تشوفوه الآن هو مو مشهد مقتطع من فيلم أكشن هوليوودي، لا، هذا واقع حال العراقيين. والحكومة بكل صلافة تجي وتتبجح وتقول الأمان في العراق في تزايد. تعالوا نشوف. أنا أريد أسأل سؤال واحد بس، هذا السؤال المنطقي. الأخ هنا أنا شايل سيف، وكو واحد فات شايل قامة، واحد شايل طبر، واحد وياهم شايل رشاشة كلاشنكوف. يعني الأخ الحباب الوردة وينه اللي طلع قبل شوية وشايل رشاشة كلاشنكوف، هذا شايل رشاشة كلاشنكوف، هذا قدام مركز الشرطة. قولوا لي الشرطة وين؟ الشرطة ماذا تشوف؟ ماذا تباوع؟ ماذا تحس انه اكو خلل بالموضوع؟ ماذا تحس انه اكو مشكلة بالفيديو؟ ماذا تحس انه اكو واحد دي يهدد الناس، واحد دي يرمي، واكو عركة؟ زين الضباط ما حسوا اكو عركة بباب مركز الشرطة؟ هاي ذكرني بالافلام المصرية الكوميدية القديمة، لما يطلع ضابط كسلان ويقول له اكو عركة بفلان قرية، يقول له عوفهم لما تصفى بيناتهم احنا نروح نسجل محاضر. بس الجماعة بالعراق ماذا يسجلون محاضر؟ لو بها اسلحة هواية، واكو واحد يضرب والثاني يجر، واحد خميصة مشقوق. هاي وين؟ هاي بالعراق اللي عندنا ما شاء الله قوات امنية كثيرة ومسميات كثيرة. مجالس العزاء، هاي المجالس ما ممكن انهائها، لأنه الموت علينا حق وكلنا لهذا الطريق وكلنا فانين. هاي يعني شيء احنا مآمنين به، لكن التصرفات والأفعال اللي ترافق مجالس العزاء صارت عبء على المواطن وعلى أمنهم وأمانهم. ومن هاي الأفعال هي الرمي العشوائي بمجالس العزاء. وحتى نشوف أكثر حجم الضعف اللي وصلت له أجهزة الأمن بالبلاد، لما نجينا مقطع مصور نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي بهشاشة للقوات الأمنية بعد محاولتها منع إطلاق الرصاصة عشوائي بأحد مجالس العزاء، وانسحبت من مجلس العزاء. ليش؟ لأنه ما قدرت تضبط النظام. وتخيلوا إلى أي مدى انهارت هاي القوات
وانهارت وياها هيبة الدولة وانهارت وياها هيبة الأجهزة الأمنية بالبلد، لدرجة أنه هاي القوات صارت ما تخوف أحد. تعالوا نشوف. يعني أريد أحكي ويا العائلة العشيرة المواطنين الكرام، أريد أقول لهم شغلة واحدة. ترى اللي قدامكم عناصر شرطة أو قوات أمنية، هاي رقم واحد. رقم اثنين، أريد أحكي ويا عناصر الدورية اللي قدامكم، دول مواطنين وأنتوا يعني من المفروض أنه عندكم اليد الطولة، أنتم من المفروض أنه أنتم المسيطرين على الأمر، أنتم من المفروض الآمر الناهي بالبلد، أنتم من المفروض اللي تدافعون عن أمن البلد داخليا، مو يجون يدفعون بيكم بهاي الصورة المهينة. وهاي الصورة المهينة أحب أقول إلى السيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية المحترم، والسيد محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء لحكومة الإطار الموالي لإيران، والقائد العام للقوات المسلحة وياها بين قوسين وتحتها ألف خط المحترم، أنه هاي بيها إهانة لكم فعليا، هاي بيها إهانة للدولة وإهانة لكم والمناصبكم، إهانة شخصية لكم لأن أنتم مسلمين هاي المناصب، وإهانة للمناصب اللي من المفترض هي تحمل البلد. فأنا أحكي على الطرفين، دول اللي عندهم مجلس عزاء الله يرحم ميتكم والله يعينكم وإنا لله وإنا إليه راجعون، لكن التصرف اللي سويته هذا غلط بغلط بغلط. واحكي على القوات الأمنية اللي رايحة تفرض القانون وانشالت هبة مال هوا، إجاها سيل ما شم واحد لابلسة دشداشة شالوهم من مكانهم وطلعوا. نروح هسه إلى العاصمة العراقية بغداد. بغداد العاصمة السياسية والأمنية والاقتصادية لأعرق بلدان العالم، يا بلد بلد الحضارات، بلاد النهرين، بلاد الرافدين، العراق. صار هجوم مسلح على شركة للتجارة بمنطقة الكرادة بوسط العاصمة الحبيبة. أظهرت كاميرات المراقبة أشخاص مسلحين هاجموا مبنى إحدى الشركات التجارية بالمنطقة، أطلقوا الرصاص باتجاه الشركة وبشكل عشوائي. هذا الشيء اللي بيترويع لحياة المارة والمواطنين، وممكن صارت بإصابات لأناس أبرياء ما لهم دخل، وممكن ذولا ميليشيات يردون أتاوة يعني خاوة من هاي الشركة، لأن اليوم العراق دا نسمع به العجب العجاب. تعالوا نشوف. انتوا دا تلاحظون ابو الجكسارة ايش قدم سيطر بعيدا انه هذا منو شنو منو اللي دازه، هم اثنين شباب صغار بالعمر هذا ماي الجكسارة البيضة، نزل ورمى ورجع ليركبوا سيارته، شحاطة مكرم السامع وقعت بالشارع ما اهتم، رجعت مشالها اخذها وركب سيارته وطلع، يعني ما داير بال هذا منو ساندة وليش رمى هاي الشركة وشنو اللي صاير. بس هاي الحالة بالعراق هواية، مول مطلوب عشائريا، بيت مطلوب عشائريا، دقات على بيوت وعلى شركات، هاي كلها في سبيل ضياع البلد.
أريد أحكي ويا نواب البرلمان العراقي بكل مكوناتهم، بكل أطيافهم، بكل أقلياتهم. لما تطلع على التلفزيون وتتبجح بمطالباتك للحفاظ على سيادة العراق من المحتل الأمريكي مثل ما أنت تسميه، وإحنا نريد تسميها بالمحتل الأمريكي والإيراني وغيره ومن أي تدخل خارجي، بلا زحمة روح دور لسيادة العراق من المحتل الداخلي اللي هم ذولا، لأنه ذولا أول من أهانوا السيادة بالعراق. أبو مصطفى، مع الأسف هيك من يغيب القانون إلا منه كان يجرأ، إلا منه كان يجرأ قبل يوقف أمام مركز شرطة ويتشاجر. حنين محمد، هذا اللي يتكلم عنه فوضى واستهتار وفقدان الأمن بسبب عدم اتخاذ أشد عقوبات بحق المجرمين المستهترين. حيدر السفير، بلا تايه ولا دور للقانون، نجاح شمري العراق في فوضى واستهتار بأرواح الناس. حسين الزاملي، إذا باب المركز الشرطة ماكو أمان، شا وين بعد الأمان؟ سعد الرومي الطائي، فوضى لا مثيل لها، إفرازات غياب القانون والعقاب. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضية. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، تحياتي لقناتكم العظيمة والسادة المشاهدين الكرام. حياك وبياك. أهلا وسهلا أستاذ أفل، إحنا والعراقيين وكل العالم يعرف من 2003 ولحد الآن العراق ما بي دولة، ما بي أنه يعني ذات نظام ذات سيادة قوية. للأسف نعرف الاحتلال الأمريكي من أجل العراق جاب هاي الناس اللي يعني المتهجرة واللي يدعون إحنا أصحاب مقاومة وإحنا راح نخلص العراق منهم، زعماء الميليشيات وقيادات وضباط اللي صاروا الدمج، اللي أسست وزارة الداخلية واللي أسست الاستخبارات كافة الأجهزة الأمنية. هاي الأجهزة الأمنية كنا نعرفها من خرقة من ضمن هاي قيادات وزعماء الميليشيات. فلما نشوف مواقف يعني مثل السلاح المنفلت أو نشوف القتل أو كاتم الأصوات اللي يقتل أبناء الشعب العراقي بوجود القوات الأمنية، مثل ما شفنا قبل شوية المقطع أنه تهجمهم على إحدى المراكز اللي موجودة، هذا يعني بأنه لا يوجد عندنا قوات أمنية ولا يوجد عندنا وزارة داخلية في العراق، بل عندنا ميليشيات وعندنا أحزاب هي فوق القانون. ليش؟ لأنه زعماء الميليشيات ما ممكن أن ترضى عن وزارة الداخلية إلها مكانة وإلها قوة وإلها سلاح أنه تقضي على سلاح المنفلت. السلاح المنفلت نعرفه جاي من هاي ضمن الأحزاب وزعماء الميليشيات قياداتهم، من ضمن أيضا نفس القضاء العراقي اللي هو قاعد يعرف أنه لا يوجد عندنا أجهزة أمنية ولا أجهزة استخبارات، بل عندنا ميليشيات اللي هي إذا اتخذت أي دور أو أي موقف راح تتحاسب، هاي يتحاسب القضاء من زعماء الميليشيات وقياداتهم. سبقا عندنا صارت كثير عندنا يعني مشاكل إنه أو إحداثات من ضباط قضوا على ناس تجار مخدرات، ونشوف إنه كيف إنه هاي زعماء الميليشيات حاسبت هذا الضابط وحاسبت يعني ارتادة إلى جهة بحيث أنه ضعفت من قيمته ومكانته العسكري والمرسوم الجمهوري اللي شايل على اكتافه، اللي هو أن يكون يخدم العراق بالنزاهة وبصورة جيدة. بس للأسف عندنا المرسوم الجمهوري وعندنا يعني درجة اللي يعني الضباط إذا من عمداء أو يعني مسؤولين ضعفوا، يعني هسه اليوم عندنا أي قيادي ميليشاوي ما يقدر يتجاوز على ضابط وزارة الداخلية. ليش؟ لأنه عندنا زعماء ميليشيات هم فوق القانون. هاليوم أيضا عندنا مراكز الشرطة من تروح تشتكي على أي جهة مجهولة ضربت بيتك أو السلاح منفلت، يعني نقدر نقول تواجهت من ضمن هاي الميليشيات والأحزاب، ما ممكن أن تشكي وزارة الداخلية. ليش؟ لأن عندنا الميليشيات فوق القانون، ومهما كانت فوق القانون إحنا هاي الدولة للأسف ما نعترف فيها ولا عندنا أي جهة أنه تمثل هاي القضاء العراقي، قضاء يعني بعيد عن هاي الميليشيات. وزارة الداخلية بدون ما يكون لها قيادات زعماء وضباط دمج يمثلون العراق. فللأسف إحنا أكثر من 20 سنة السلاح المنفلت بيد هذه الأحزاب وبيد هذه الميليشيات، وإن شاء الله مهما يكون يعني المدة اللي قضوها لابد أن يجي يوم نستسحق هاي الميليشيات ويعود العراق وتعود وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية بدون ضباط دمج، ولا هم للوطن ولا هم للعراق. وأني أشكرك أستاذ أفل، تحياتي لك. أبو عمر،
ملفنا الثاني راح يكون خاص بمحافظة المثنى اللي ظاهر بها عدد من العاملين بنظام الأجر اليومي بشركة المشاريع النفطية اللي تعمل في مصفى السماوة للمطالبة بتحويلهم إلى نظام العقود وتنفيذ الوعود الحكومية وإنهاء التسويف تجاه المطالب المشروعة. علما النائب محمد الخالدي قبل 5 سنوات قال بعد لقاء ويا الأمين العام لمجلس الوزراء آنذاك حميد الغزي أنه لمناقشة تطبيق قرار 12 وقرار 105 الخاص بتحويل الأجور اليومية إلى عقود، أن اللوائح الجديدة آنذاك تتضمن تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود بأسرع وقت. هايش وقت؟ قبل 5 سنوات بال2019، ويتم العمل وتسوياتهم المالية بوقت لاحق، وكذلك توطين جميع رواتب الأجراء اليوميين قبل 30/11/2019 ومنحهم وصف وظيفي مع جدول بكافة التفاصيل وحصر أعدادهم ورواتبهم بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لمدة أقصاها 30/11/2019 واليوم 9/5/2024 والأجور اليومية هذا حالهم. ذولا يشتغلون بالأجور اليومية، ذولا عراقيين باعوا عددهم مش قد. بالمقابل ببرنامج صوتكم احنا كل فترة نطلع لكم العمالة الأجنبية من هنود وأفغان وباكستان وكوريين وصينيين ويابانيين وإيرانيين يشتغلون بالحقول النفطية ورواتبهم حسب ما انذاع ونشر أكثر من 60 ورقة ويا حوافز ثانية ومطاعم بداخل المصافي وباصات توديهم وتجيبهم واحتمال تكت حتى يروحون يزورون أهلهم ويرجعون ويتونسون وعايشين حياتهم ويروح لأهله يقولهم أنا عايش أحلى عيشة بالعراق. العراقي يتمناها. يروح الهندي للهند يم أهله يقولهم أنا عايش عيشة ببلد يحترمني أكثر ما يحترم أبناء بلده. فطبعا راح يمدح ويجيب بعد وبعد وبعد ناس لما يشوف حاله أفضل من حال ذولي. نفس الشيء بنفس المكان وبنفس التظاهرة ذولي العمال الأجور اليومية أكدوا أن هم يشتغلون بشركة المشاريع النفطية اللي تشتغل وين؟ بمصفى السماوة، وأن هم ما راح يقبلون بوعود هاي المرة وما راح يتزحزحون من مكانهم، وأن هم ماضين بالتظاهر حتى تحقيق جميع المطالب وتحويلهم إلى نظام العقود وفق القرار 315. تعالوا نسمع. زين انت من قطعة ارزاق هاي العالم باي حجة؟ يعني احنا عددنا 144 او 45 شخص، يعني احنا اجراء وعقود شركة المشاريع النفطية مستودع السماوة الجديد، اقل واحد عندنا بيها 5 سنوات خدمة، لحد الان ما متحولين على قرار رئيس الوزراء 315، وعندنا ناس عندها خدمة أكثر من 7 و8 و10 سنوات. إحنا لجئنا لهواي أمور، للسيد المحافظ، الرئيس مجلس، للسادة الأعضاء. إحنا قبل فترة إجتنا لجنة، اللجنة اللي إجتنا من المشاريع، شنو مطلبكم؟ أول شيء رواتب 5 أشهر كنا ما مستلمين، جابونا راتبين، استلمنا الراتبين، شنو مطلبكم؟ قلنا لهم مطلبنا التعيين وهو 315. قالوا تمام، بس إحنا ما نقدر يعني نتحملكم نسويكم 315، بس أكون شركة كنت تأخذكم الخطوط، عندكم موافقات 2 خاطبونا الخطوط وخلت أخذكم. قلنا لها ماكو مشكلة، فالتجينا نخاطب المسؤولين عندنا هنا بالسماوة. احنا إجراء شركة مشاريع النفطية مستودع السماوة الجديد، هاي أكثر من مرة احنا نعتصم اعتصام سلمي ونتظاهر ونطالب تثبيتنا على قرار 315 وتحويلنا إلى شركة الخطوط أنابيب. سبق وقابلتنا لجان من شركة الخطوط أنابيب وحصلت الموافقة علينا زين، وهسه جاي كل فتره او كل شهر نتفاجئ بتوقف العمل مالتنا، يجينا الكتاب من الشركه ومن الهيئه توقف العمل مالتنا.
لحين اكمال المشروع، زين الحين اكمال المشروع شلون اكمل المشروع وهو متوقف؟ قابلنا سيد المحافظ وقابلنا رئيس المجلس وقابلنا السادة الاعضاء وعدونا ان شاء الله خير. هسه نطلب من السادة الاعضاء والسيد رئيس المجلس والسيد المحافظ يثبتوننا على قرار 315 وتحويلنا الى شركة الخطوط والانابيب. احلى سؤال سأل المواطن او المتظاهر هنا، قال هو احنا شلون نحول الى مشروع والعمل بي متوقف؟ والله صدق، اذا ما بيشغل شلون اسمه مشروع؟ هذا بلدنا الحبيب، والسياسات الاحزاب والكتل السياسيه اللي يسمون نفسهم سياسيين واللي ديديرون بالبلد بجداره، نبقى بمحافظه المثنى. لكن راح نطلع من الاجور اليوميه ونروح الى تظاهره ثانيه تخص شريحة ثانية لكن إلها نفس المطلب، ألا وهو التعيين. نحكي هنا عن شريحة الخريجين، ذول اللي تعبوا درسوا اجتهدوا تخرجوا حصلوا شهادات فرحوا ولقوا نفسهم ببلد تحت قيادة حكيمة ما تدير لهم بال ولا مهتمة بيهم ولا بمصلحتهم ولا بمصلحة البلد حتى، جل اهتمامهم الملذات الشخصية البحتة وزيادة الأرصدة البنكية. مطالباتهم واحدة هنا بهاي التظاهرة هي شمولهم بالتعيين الحكومي وإنهاء معاناتهم أسوة بالآخرين. تعالوا نشوف. نحن خريجي محافظة المثنى المتظاهرين السابقين نطالب الإدارة المحلية والحكومة حكومة المثنى المتواجدة، نطالب باستثناء أسوة بباقي المحافظات. المحافظات جاي تحصل على استثناء واحنا ابناء المثنى خريجين المثنى متظاهرين سابقين ما حصلوا شيء من هاي عقود المحافظه الاخيره، وهم اولى بهذا الشيء لانهم كانوا متظاهرين سابقين. عددنا 300 الى 350 شخص متواجد بالساحه، والعدد مو بالعدد الكثير. نريد احد يخرج لنا من الاداره المحليه، المحافظ، رئيس مجلس المحافظه، ما جاي نشوف تعاون وياه، ما جاي نشوف يطلعوننا لهنا يشوفون مطالب المتظاهرين، يعني الا تدخل اللي جوا، احنا نريد يجينا لهنا للساعه. في المثنى المتظاهرين منذ 3 سنوات وما زلنا يعني مستمرين رغم الحر والبرد ورغم الظروف. احنا المفاضله ما فادتنا، احنا نريد هسه شنو الاستثناء؟ مطلبنا هو الوحيد الاستثناء، ما زلنا لحد هسه ما شفنا اي يعني اي نتائج، ما حد اجى، ما حد يعني ما حد ما آزرنا، ما حد ما وقف ويانا، ما حد ما ساندنا، وظلين احنا مستمرين. هذا حال العراق، بلد غني باموال بفلوس، يملك ثاني اكبر احتياطي نفطي بالعالم، بخيرات، بهوايه من الامور اللي لو اشتغلت صح كل ذولا يشتغلون ويعيشون ملوك مثل ما كانوا عايشين اجدادهم في سبعينيات القرن الماضي اللي هو العصر الذهبي للعراق. اما اذا تلقي واحد يحب البلد، كرار الحشيم يقول اجراء وعقود اجراء وعقود شركه مشاريع مستودع السماوه الجديد، اقل واحد بيهم خدمت اكثر من 10 سنوات، لم يتم تحويلهم على قرار 315، حكومه تقودها شله مال عصابات. احمد عرمش، باقين حتى بعد سنه لحين تحويلنا على قرار 315. حيدر عرمش، مستمرين ان شاء الله ما نتراجع عن حقنا. وأحمد عودة الشمخاوي، اللهم الحق التظاهر لهم، الحق التظاهر، بلدهم من حقهم يعيشون به وليس للغرباء مثل إيران والعمالة الأجنبية. وحامد عبد يقول أصحاب حقوق تم تسويف قضيتهم منذ سنوات. ومحمد فرهود الزريجاوي يقول أجراء شركة المشاريع العاملين بمستودع السماوة الجديد حيث مضى على خدمتهم أكثر من 10 سنوات ولم يحولوا على قرار 315 رغم حصولهم على كافة الموافقات القانونية، وهم الآن يطالبون بأبسط حقوقهم المشروعة أسوة بباقي الشركات النفطية. فتتخيلوا العراق اللي يعتمد بميزانيته السنوية على 90% من واردات النفط، المواطن ما يقدر يحصل أبسط حقوق من هذا الشيء. ونروح إلى ملفنا الثالث واللي نبدي من محافظة قادسية تحديدا من قضاء عفك أو عفتش، ولقينا مقطع بمناشدات لأهالي بضرورة صيانة أعمدة وأسلاك الكهرباء اللي صارت تهدد منازلهم بالحريق إضافة إلى تهديد حياة المارة وأكيد يهدد حياة الأهالي. أكدوا الأهالي خصوصا أنه الأضرار طالت عدد من المنازل بحي الحسين جراء غياب دور دائرة الكهرباء
عدم صيانتها للأعمدة المتهالكة. أريد أخليكم بالصورة بشكل أوضح. هذا الحي اللي هو حي الحسين من 3 سنوات بنوا وسكنوا دوائر كهرباء ما جت نصبة أعمدة كهرباء، لا بصورة صحيحة ونظامية. عفوا، اللي صاير الأهالي هناك بمجهودهم الشخصي سووا هاي الأعمدة بهذا الترتيب الغير صحيح، يعني مشكلتهم أن هم جاي يعانون من إهمال حكومي متعمد ودا يدفعون فاتورة هذا الإهمال. تعالوا نشوف. من محافظة الديوانية قضاء عفك حي الحسين، اليوم كارثة هنا جاي يصير بحي الحسين بهذا الفرع، صار لهم 3 سنوات يناشدون على مود تبديل الأعمدة، أعمدة ماكو لأن الأهالي جابوهن الأعمدة، ويومية حريق بهذا المكان. هاي الأعمدة مخليهم خشبة بين الكيبلات هاي، ويومية حريق. هذا الزلم احترق بيته، يومية واحد محترق بيته، شنو ذنبهم؟ احنا نريد أعمدة مال كهرباء وأسلاك. هاي الأعمدة هم خلوها، صار لهم 3 سنوات يراجعون. نريد حل من محافظ الديوانية سيد عباس شعيل الزاملي ودائرة كهرباء عفك، قام مقام عفك أستاذ قاسم العرباوي. هاي شوف الكارثة، صور الوائرات هاي، تعال الوائرات هاي، شوف الوائرات، شوف الخشبة مخلين هاي بين الكيبلات هم خلوها. تعال هنا شوف الوائرات، الفوضى، شوف الفوضى. هاي الأعمدة هم جابوها، اشتروها على حسابهم الوائرات. الوائرات هم جابوها. تعال شوف الوائرات اللي زبليد هاي كلها سبب حريق، هاي كوارث سبب. شوف الكارثة، صار لهم 3 سنوات معاملتهم كاملة، ليش ما تبدلون الأعمدة؟ هاي هم جابوها الأعمدة، يومية بيت محترق. سووا لهم حل، لا كهرباء عفك، سووا لهم حل. إذا ما سووا لهم حل نجمع الأهالي لكم أسبوع، نحط لنا خيمة ونعتصم بها يم دائرة كهرباء عفك. بالنسبة للدائرة، دائرة كهرباء عفك طلبت من عندنا نقدم معاملة، وصار لنا 3 سنوات احنا مقدمين معاملة حسب الضوابط اللي يردوها، وما جاي ينفذ. ما أعرف شنو التفاصيل اللي تريدها، ما أدري. يعني هم هسه المعامله موجوده بدائره كهرباء عفك، شنو التفاصيل؟ ياهلون بصفنا منا وياهلون بصفنا منا، الشوارع اهلوها واعمده واناره، عرفت شلون؟ واحنا ما حد ذكرنا. هو اللي عد الخطه مال الشارع اللي بصفنا منا على اليمين واللي على اليسار، اللي خط اللي عد الخطه، يعني ليش ما ذكر هذا الشارع؟ وهذا الشارع معاملته قبل 3 سنوات. هذا عراقنا الحبيب. اللي يشوفوني بالعراق، انتوا تعرفون بدول العالم بعد ماكو عواميد الا ما ندر، الدول الفقيرة، الدول اللي ما عندها امكانيات، دول الجوار العراقي اغلبها حاليا تشتغل دفن، اغلبها تشتغل دفن الا بالعراق. عمود تليفون، عمود كهرباء، عمود مال مولدة، شبكة مال كهرباء مو طبيعية. هو المعروف إذا تفتحون هسه أصول تمديد وتأسيس وصول التيار الكهربائي للمنازل، هي أكو هاي الفخارات شايفين، كانوا العراقيين قبل أكو مكسرات يأخذون يسوون ما شمع ببيوتهم العفو. المهم هاي الفخارات يخلوها بمسافة معينة، والعمود محسوب المسافة من عمود إلى عمود، والواير يكون ما مشدود على الأخير ولا مرخي، بحيث من تجي هواء ما يطخن، لأن إذا طخن الوايرين أكو مصيبة. وأكو مولدات، هاي النظام العراقي اللي 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 مشي عليه، بس هذا الحال ما كنا نشوفه. هذا الحال شبكة العنكبوت هاي ما كنا نشوفها، شفناها شوكت وراء الاحتلال لما اجى حسين الشهرستاني ووعد انه راح تكون الكهرباء بالعراق 24/24، ومن الممكن ان يصدر العراق التيار الكهربائي الى دول الجوار. لما اجى نور المالكي لما كان هو رئيس الوزراء واستورد محطاته لطاقة كهربائية تعمل على الغاز، والعراق يحرق الغاز وعنده محطات ما تشتغل، تشتغل على الغاز، وراها الناس قامت تبدع بالمولدات الأهلية، فبلشت شبكات العنكبوت الكهربائية اللي أقل خطأ بيها كوارث.
ولهالسبب ايش قال قبل شويه؟ مو هذا العمود، العمود الاولي قال حاطين خشبه حتى الوايرات ما يطخن. نبقى بالقادسيه وهم نبقى ضعفك. يحجون المواطنين والناشطين عن تعطل معظم اعمده شبكات الاناره وين بالشوارع الرئيسه للقضاء، ومن سنوات هم يعانون من هاي القضيه اللي تتسبب زياده عدد حوادث السير واللي تهدد حياه الاهالي والمواطنين بشكل مباشر، ورغم مناشداتهم ومراجعاتهم المستمره للسلطات بالقضاء والجهات المعنيه، لكن لحد هاي اللحظه الصوره معتمه مثل ما راح نشوف بهذا الفيديو. تعال نشوف. ناشد اداره كهرباء عفك، هذا شارع المواكب بقضاء عفك، ما بي اناره. هاي الاناره شوفوا شارع المواكب، هاي اكو اعمده ما تشتغل، هاي الاعمده شوفوا هاي الجهه، هاي شارع المواكب الريس صيانه وتشغيل الاناره الى استاذ فارس غالب مدير كهرباء عفك، نريد اناره لشارع المواكب لا قائم مقام عفك استاذ قاسم العرباوي. هذيك الجهه، هذيك الجهه ايضا الجهه الثانيه اللي هي الحدائقه العامه، الحدائقه العامه شالوا الاناره من كانوا يشتغلون بالمشروع مال التبطين لحد الان ما رجعوها بذيك الجهه الثانيه. هاي الاعمده شوفوها ما تشتغل، هاي بشارع المواكب شنو فائدتها؟ هاي الاعمده هذا هاي شنو فائدتها غير الناره الناس تشوف بيها؟ نهايه الفيديو انا راح اخاطب واناشد، بس ما راح اناشد لا حكومه ولا سلطه ولا دائره كهرباء، انا راح اناشد اللي يشتغل بالفن السابع، مخرجين الافلام هوليوود، بوليوود، كوريا، الصين، الهند، اليابان، اي مخرج تردون لوكيشن الى فيلم رعب جميل وما يخسركم شيء، تعال حبيبي اللوكيشن جاهز وكامل وتقدر تصور بيه براحتك. ليش؟ لان احنا ما عندنا كهرباء. تقدر تخلي لك جلوب هيك على مولده صغيرون، هاي ام الحبل، جلوب احمر هيك يوج. نطلع من القادسيه نروح للمثنى، هم أعمدة كهرباء، لكن المشكلة هي أنه عندهم عواميد موجودة لكن هاي العواميد قديمة متهالكة مهترئة. الدوائر المعنية ما دائرت الهبال، لا تسوي لها صيانة، لا تدير، لا تشوف وضعها، والمشكلة أنه هسه هو هوية صغيرونة تسبب مشاكل، كأن يقتلع العمود من مكانه أو يكسر، وبهاي الحالة شو يصير؟ يصير ترهل بالسلك الناقل للتيار الكهربائي، وراها شنو؟ ناس تنتل، ناس تحترق، ناس تموت، والسلطات والدوائر الحكومية ما إلها أي دور بالموضوع. تعالوا نشوف. إحنا منطقة العقبة اللي تابعة إداريا لقضاء الهلال والكهرباء بالنسبة لصيانتها على قضاء رميثة، نعاني بمشكلة الكهرباء بعد كل عاصفة، يعني أقل عاصفة بسيطة نعاني معاناة كبيرة، والصيانة يعني رادي لها يومين ثلاثة يقولون إحنا ما نلحق، يعني عندنا سيارات قليلة وقاطعنا كبير وما نلحق نجيكم. احنا باقين يعني اليوم المشكله اللي عندنا هذا العمود مقطوم قدامكم والكهرباء واقع على رؤوس اطفالنا. انت شوف استاذنا، هاي عوائل وسكان، الكهرباء واقع على رؤوسهم، يعني واقع له مقطوم الكيبل واقع له سيمز، واير سيمز مال البيت ما نعرفه باي لحظه ياخذ له كم روح من عندنا. ليش هذا الاستهزاء بينا؟ ليش ما حد يحترم هذه المنطقه؟ ما جاي يعرف، ناشدنا اجونا شافوا لكن ما عندهم حل. بغي دائرة كهرباء رميثة بغي انه باقي الدوائر اسال بالكهرباء جاي يستحصلون اعمده بسبب العاصفه ويستبدلونهن. احنا لا نريد نبدل ولا نريد نشخ بالعمود، ترى مجرد نريد نحمي حياه اطفالنا. شنو الفساد والاستخفاف بحياه الناس؟ هذا العمود الكهرباء اللي يشوفه اللي ما لازمه، بس هذا الكيبل مالت البيت. يعني احنا متعودين كل ما ينقطع العمود، هذا من الثمانينات هاي الاعمده الكهربائيه من المصريين اشتغلوهن، كل ما ينقطع نحفر لا ينزل، الاسلاك كلها صارت مترين بعدها عن القاع، هسه انقطع من فوق ما نقدر نعالجه. كل بيت بي تقريبا خمس اطفال وكلهم يلعبون هنا. شوف يعني هسه انت ما يراد لها شرح القضيه. هسه تخيلوا مواطن من اهالي بغداد يريد يروح الى ناحيه الهلال بقضاء الرميثه، يشيل التليفون، الو حميد شلونك حبيب قلبي بيتك وين؟ يقول له لما تطب بقضاء الرميثه وتاخذ طريق الهلال تمشي قبل، مو اول عواميد كهرباء مقطوم، الثاني المقطوع مو فوق، ثالث عمود ناشخ، هذا بيتي يما اني اوقف انتظرني هناك. علامات دلاليه شهيره تصير عندنا بالعراق. واريد احيي مهندس الكهرباء الفذ
العبقري اللي مشتغل هذا العمود. قل لي فاتح فراغ ما الطيارة تفوت من جوا بين الوايرين، هذا الفراغ شنو؟ فاتح نيشان للجهال يلعبون به؟ أردفتهم شنو هذا الفراغ؟ واحد يفهمني بيا قانون كهربائي هندسي هذا الفراغ اللي هالكبرى وعلى شهاي الصالح وراح طلع قبل. هذا حال العراق، هذا حال بلدنا. عندنا ميزانيات وإمكانيات وعندنا مهندسين ودكاترة وعندنا وزارات، وما شاء الله وزاراتنا مترهلة بها مدراء عامين وبها رؤساء أقسام وبها مهندسين وبها مراقبين وبها وزير وكلها تقبض راتب. وكتابنا وكتابكم واجتماعنا الأخير واجتماعكم مع الجهة الفلانية واللجنة الفلانية وغيره وغيره وغيره، والعراق لا كهرباء لا مي لا غاز لا رواتب لا شغل لا عقود لا كل شيء ماكو، بس نسمع انه هم ذا يشتغلون، والمواطن يسمع انه اكو وزارة بس ما يشوف ايش ده تسوي هاي الوزارة. سيد عصام المسوي: لا توجد أي نية للحكومات من 2003 لحد الآن بغلق ملف الكهرباء بالبلد، لأن الكل مستفيد من هذا الوضع، والمواطن يدفع الضريبة طول عمره، وتم صرف أكثر من 100 مليار دولار على هذا الملف والمواطن فقد الثقة. علي التميمي: دائرة الكهرباء يعرفون الناس بس بوقت الجباية من يلزمون الباب للناس. هاتف الشليحاوي: أعمدة قديمة ومزنجرة ومتهالكة، وأكو موظفين عايشين على العطلات العطلات وتصليح الكهرباء عفواً، وإلا كل عطل يكلف ساعة من الزمن وأصلح العطل زين حتى بعد ما تجي تصلحها مرة ثانية. أبو وليد العبيدي: عندنا خط كهرباء جاي بالأرض الزراعية، إلى حد الآن ماكو أي أحد لا محافظ ولا قائم مقام ولا مدير كهرباء وإجا وشاف، وأكثر الأعمدة جاي نجمع مبالغ من الناس ونبدل بيها. ما شاء الله الناس قامت تشتغل شغل وزارة الكهرباء والبلدية. أبو محمد سيد حاتم: الكهرباء متهالكة الأعمدة والأسلاك تعبانة. حجي هشام أبو دانيال: أنا موظف بالكهرباء، هذه المقاولات مجرد سرقة أموال لأن الأعمدة لا تحتاج إلى تبديل، مجرد صيانة. هذا منهم وبيهم وطانا هذا الرأي. أبو علي من واسط، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لجمهور قناة الرافدين. مساء الأنوار. المهندس هذا اللي ما كتب الله اللي خريج بين كل سيركس، هذا خريج يعني التعليم العالي واللبنان، وش تتوقع من خريجين هذه الوزارة؟ يعني إذا وزير شهادته مزورة، وزير تربية ما عنده إعدادي، وش تتوقع من الخريجين؟ نعم. أكيد راح يخرجون مثل يعني مهندسين ما احترام وتقدير الخيرين منهم واللي يشتغلون يعني بشرف. يعني قطاع الكهرباء أقل شيء يعني خدمة توفرها أي حكومة تعتبر نفسها حكومة لدولة هو توفير الماء والكهرباء، وإحنا بالعراق لا ماء ولا كهرباء. طيب نعم. الموازنات اللي أقرت لقطاع الكهرباء، يعني لو كل سنة مشتغلين المحافظة واحدة، كان احنا الان يوم عدينا انه الكهرباء متطورة. طيب الدولة اذا كانت اكو تفكير عند دولة ودولة عندها استراتيجية بقلة الكهرباء اليوم، راح تلجأ الى المحولات الاهلية اللي راح تستهلك ديزل والمواطن يستهلك كذلك، يستهلك يعني بنزين اللي الدولة اساسا صعدته على المواطن. يعني فوق ما انت تشتري بنزين لسيارتك راح تشتري بنزين للمولد اللي ببيته، وهذا نفس المولد اللي بالمنطقة راح يشتري ديزل زيادة لأن راح يزود ساعات الكهرباء، وهذا تلوث المدينة بغداد اللي اليوم أساسا من تجي العصرية ماكو. المدينة بغداد كانها تصير مدينة ظلام بسبب المولدات والانبعاثات الكربونية الموجودة. فإحنا اليوم من تجي الدولة، أكو مقومات دولة حكومة، أكو مقومات حكومية موجودة ماكو، لأن لا تنتبه المواطن لا تنتبه البيئة. الهدر نعم. اليوم بالمال العام وزير الكهرباء، يعني أنا أستغرب من وزارة كهرباء لحد الآن الكهرباء ما تعدل بالكهرباء، يعني ما تعدل القطاع الكهربائي. بتجي بالنهاية السبب شنو؟ السبب حتى نستورد كهرباء من إيران، السبب حتى أن احنا نعطي حوالي $50 مليون سنويا بس عن استيراد الكهرباء من إيران. اليوم الفساد نعم. بوزارة النفط، الفساد بوزارة الكهرباء يمتد إلى وزير، تبتدي الى الاحزاب. انا نعم. اتمنى تحاسب الحزب اللي
اللي يخلي وزير كهرباء اليوم يحاسب. طبعا اذا اكو محاسبه بالعراق اليوم لكن للاسف احنا اليوم ما نحاسب احد، احنا مجرد نجامل حكومه سارقه، رئيس وزراء ينهب مال الشعب، يضحكون على تبليط وعلى رصيف وعلى جسر مال الامانه. شكرا جزيلا. بالفترة الأخيرة الأمطار تحولت فعليا إلى نقمة على الفلاح والمزارع بسبب غيام التدابير الحكومية والإجراءات اللي تساعد الفلاح على مجابهة أي عارض يتسبب بتلف المحصول. عندنا فلاح بمحافظة ميسان يشكو خسارته 400 دونم مزروعة محصول حنطة بسبب هطول الأمطار وغياب التدابير الحكومية لحماية المحاصيل الزراعية بوسط مناشدات وجهوها مراقبين ومختصين طالبوا من خلال الحكومة بدعم شريحة الفلاحين وتوفير الوسائل اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية. تعالوا نشوف. الله أكبر، ليش وقف التيانك؟ هذا طعام لو مو طعام؟ شوفه ما يكون الدولة تدير بالها. الله أكبر، ليش وقف التيانك؟ شوفه هذا طعام لو مو طعام؟ شوفه. هذا حال الفلاح العراقي اليوم اللي يزرع محصول الحنطة. أما في كربلاء ناجدة والمزارعين بقضاء عين التمر بالمحافظة لمطالبة توفير الدعم الحكومي لهم تسهيل إجراءات بيع المحاصيل العراقية الوطنية. طبعا ما أريد أنظر ولا أريد أسوي نفس الفهيم، لكن المنطق يقول أنه لازم على الحكومة أن تدعم الفلاح ولأي محصول رقي طماطة تمر حنطة شعير تمن عنبر حمضيات خضروات إلى آخره من المحاصيل الزراعية العراقية واللي تزرع على أرض الوطن. ليش؟ لأنه أنت من تدعم فلاحك وتسوق المحصول اللي هو يزرعه اللي ما يحتاج جمرك، فعليه يكون سعره رخيص أولا عليك وعلى المواطن، وراها تشوف أنت شقد حاجتك حتى تستورد، فمنها تخفف على نفسك كمية الاستيراد وتخفف على نفسك كحكومة أحكي الأموال اللي أنت تنطيها صعبة حتى تستورد بها محاصيل زراعية. لكن هاي لو كنا عايشين بالهند مو بأوروبا ما كان شفنا هذا الشيء، لكن بالعراق هذا يعتبر ضرب من الجنون. تعالوا نسمع. سوولنا حل، احنا قضاء عين التمور، شوف الحنطه وين انا نحطها. ليش هذيك الحنطه ذاك اليوم اخذناها وين بالسايلو، كملنا اربع ايام ودفعنا فلوس مال التريلي وكملنا وزين سوالف، جانا بيها رفض. اوكي قال لي هسه لازم تطلعها وتجي غير مره النوب تجيبها، هاي كلها مصاريف الريس سايلو قضاء عين التمور لما طرت خيبر ارحم والديكم والتجار. شوفونا حل التجار يم السايلو يطلع جوا يعطيها رفض، يطلع بس برا قبل يستلمها يشتريها ب 700، هي ب 850 يشتريها ب 700 قبل طبق على السرع. خلصونا من هاي وقياده عمليات كربلاء وقائد الشرطه اخيكم وجهونا القوات الامنيه تحمي السيارات، يعني يم السايلو اهل السدوسات يشترون يمها، ترى ماكو احد يمها ياخذون من عنده يبوبون. هي المزارع انطي رفض وروح، انطي رفض وروح، ها هو طلع ما يدري المزارع شي يدفع فلوس ما يدري في مال. لا وقضاء عين التمر على محافظة كربلاء 80 كيلو يظل هناك يجيبها الا ويرجعها. هذا حال الفلاح العراقي. الناس لما شافت هذا الوضع علقت على هذا الموضوع. جعفر طالب والفلاح شلون يعوف أرضه وزرعه يا أخوان؟ صارت لكم عبرة، أكو مزارع جاي تحترق، أنت تعبت 4 أشهر أو 5 أشهر على الزرع. محمد، المفروض على الدولة أن تدعم قطاع الأنواء الجوية وتقوم بفتح مراكز قوية وحديثة في كل المحافظات من أهل اختصاص علوم الجو حصرا، وتكون وظيفتهم إعداد تقارير سريعة لكل محافظة ويتم إجبار الجهات الزراعية والإنشائية العمل بموجبها تجنبا للكوارث ودعما للإنتاج والبناء. كرور المغربي، الله يعوضك إن شاء الله. ومن خلال هذا المنشور نطالب الدولة بوضع السقوف فوق المزارع الحنطة. محمد ثامر الجابري، مطالب معقولة ويستحقون المساعدة والتعويضات. وعلي أبو محمد، إلى متى يستمر أو تستمر مهزلة محصول الحنطة والشعير في العراق؟ أنا كان قصدي بالبداية هذا الحكي اللي أنا قلته نشوفه لو كنا عايشين بالهند مو بأوروبا، لأن أوروبا أكيد عندهم أشياء أكبر أو أشياء احترازية أكثر، لكن بالعراق هذا ضربة من الجنون. هذا اللي كنت أقصده بالكلام. راح يسألني واحد راح يقول لي أنت ليش جاي تضرب اليوم المثل بالهند؟ أقول لك بلد كبير تعداده فوق المليار، خيراته أقل من خيرات العراق بس عايشين. أما اليوم اللي بالعراق
بالضيف. معضية الكهرباء في العراق، ضيف غائب في صيف لاهب، هذا عنوان انفوجرافيك اللي سلط بقسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الضوء على أزمة الكهرباء المتجددة مع بدء موسم الصيف وتفاقم معاناة الأهالي بسبب كثرة الانقطاعات، إضافة إلى غياب دور الصيانة للمنظومات المتهالكة على الرغم من المبالغ الطائلة اللي تخصص لمشاريع الطاقة الكهربائية. خلونا نتابع سويا. من 2003 لحد الآن الناشط نجدي نبقي نبكي نرطب على الكهرباء، كهرباء ما تقدرون تدبرونها. هاي مستشفى الهلوية ماكو كهرباء، صار ساعة أبو المولد مشغل ماكو كهرباء. هاي مستشفى العلوي مال الأطفال. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. بس أريد أقول لهم شغلة واحدة للحكومة العراقية، دول العالم قامت تستخدم الطاقة الشمسية أيضا لتوليد الطاقة الكهربائية، والعراق ما شاء الله شمسته قوية، بس نحتاج تجيبون ألواح تخلوها فوق البيوت فوق الإمارات تتولد بها طاقة كهربائية. أتمنى تفكرون بالمشروع. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من البرنامج يوم الأحد المقبل. في أمان الله.